احنا عندنا معدل العميل من يدخل الغرفة إلى أن يطلع ما يتجاوز 15 دقيقة، بقول يمكن أكثر من 50% منهم 5 دقائق، هذا شامل وقت الانتظار. هذه من الأمور اللي فعلاً عملناها خلال الفترة اللي هي متابعة الموضوع هذا، وإذا شفنا أن تعدينا النسبة هذه أوتوماتيكياً الأشخاص اللي في على ما يقولون المكاتب الداخلية يفتحون يعني أدراج بحيث أن نسرع العملية. فهي كلها كانت طبعاً مواضيع متعلقة بالتكنولوجيا، وأعتقد صرفنا فيها في 2006 واليوم بدأت تفيدنا. شكراً. شكراً. سؤال هناك. خليفة محمد المحرزي من محاكم دبي. سؤالي لسعادة اللواء. سعادة اللواء، نشكركم على هذه الجهود الرائعة والجبارة، وأعتقد بأن كافة المؤسسات والدوائر في دبي قامت بعمل مثل هذه البرامج التي تعزز من الهوية الوطنية. سؤالي لك سعادة اللواء، باعتبار أنكم أنتم الجهة المسؤولة الأولى للتعامل مع الأجانب حتى من المسمى العام للمؤسسة، ما هي الجهود التي قامت بها الإدارة في التعامل أو في إيصال الرسالة الوطنية للأجانب؟ يعني من خلال العرض الذي عرض الآن، أغلب الممارسات هي ممارسات تكاد أن تكون مستنسخة بين كافة الدوائر، وفي أثناء العرض أنا أسمع أصوات تقول كلها ليش نحن طبقناها، أو كل الدوائر طبقت مثل هذه الممارسات، أي بمعنى أننا في دائرة واحدة أو سيركل واحد من الممارسات لتعزيز الهوية. طيب أنت عندنا، نحن الآن في دبي عندنا أكثر من 128 جنسية، هل تم التواصل معهم؟ هل تم قياس أو ما شفنا نتائج الآن في إيصال الهوية الوطنية لهذه الجاليات الأجنبية؟ لا شك أن المواطن يمكن تربى وتعزز على هذه القيم الوطنية الموجودة، فبالتالي هي راسخة في ذهنه، لكن هذا الأجنبي الآن الذي يأتينا والذي ساكن معنا واللي يشوف هذه الممارسات الوطنية، هل تم وجود برامج أو مبادرات أو مشاريع منهجية في الدائرة لهذه الجنسيات من خلال مثلاً بعض المفاعليات، من خلال بعض المشاريع، هل تم قياسها؟ هل في نتائج حتى نستطيع أن نستفيد منها، باعتبار أن جميع الدوائر في دبي تتعامل مع جاليات أجنبية كثيرة جداً حتى نستفيد من أفضل الممارسة في هذه الدائرة؟ شكراً جزيلاً. جزاك الله خير. دائماً في أي محاضرة من المحاضرات، عندما يقف المحاضر جميع الحضور ويستعرض بعض التجارب، يقولون نحن هاي الفكرة عندي، أنا ليش ما سويتها، هذا سويناه، هذا غيره. لكن بالفعل أنا في البداية كنت بتكلم عن اللي بنتكلم عنه جميع الدوائر سوتها، لكن هناك عملية تسويقية للموضوع، وإلا ونحن مبادرتنا في موضوع الهوية الوطنية بديناها قبل البرنامج أيضا. موضوع نشر ثقافة الهوية الوطنية للمقيمين على أرض دولة الإمارات هي مسؤولية مشتركة، يجب أن يكون للإعلام مشارك فيها، جميع الدوائر، جميع المؤسسات، جميع أيضا المواطنين. نحن بما يتعلق بمتعاملينا واللي يوصلوننا للإدارة، نحن طبعا جميع المباني من الداخل الوول بيبر كلها صور قديمة عن دبي، شيوخنا، مناظر طبيعية، والأعلام موجودة في كل مكان. إذا كان هناك استفسار، وإذا كان أو في الحقيقة إذا كان بالأحرى عندنا احتفالية، نحن المتعاملين مالنا من مندوبين وممثلين شركات هذين ندعيهم يجون يشوفون. إذا عندنا أي مناسبة سواء عيد سواء حتى حق الليلة أو اليوم الوطني، فمتعاملين اللي يصادف وجودهم في الإدارة يشاركونا في هذه الاحتفالية. لكن موضوع نشر ثقافة الهوية الوطنية للمقيمين، هذه أنا أعتقد أنها مسؤولية مشتركة للجميع. شكراً سعادتك. نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وندعو الآن سعادة عبد الله الشيباني الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لتقديم الهدايا التذكارية لأصحاب السعادة المتحدثين.
دكتور المتحدث العالمي لطفي الغندوري. سعادة حمد مبارك بعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي. سعادة عبد الرحمن آل صالح، مدير عام دار المالية. سعادة اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. نشكر أصحاب السعادة على الإيضاحات. يسرنا الآن بدء بالجلسة الحوارية الأولى مع مجموعة مختارة من الفائزين بفئات التفوق الوظيفي بدعوتهم للصعود للمنصة، وهم المهندس جمال زعل بن كريشان، نائب مدير عام العمليات ساحة المطار مطارات دبي، المقدم الدكتور تميم الحاج، مدير إدارة البيئة والطاقة القيادة العامة لشرطة دبي، على طلب وليد وهذيلا ما شي بريك عقب هذا لانه بيكون 10 تو 15 مينتس ماكسيمم، وان شاء الله البريك عقبها. النقيب خالد احمد بن مديه، مدير اداره مشاريع الالكترونيه الاداره العامه للاقامه وشؤون الاجانب دبي. عبد الله سلطان الشريف، وكيل نيابه اول النيابه العامه في دبي. كما يسرنا دعوة المذيع المتميز إبراهيم استاذي من مؤسسة دبي للإعلام، وهو أحد الفائزين بفئات التميز الوظيفي لتولي مهمة إدارة الجلسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور نشكركم على حضور هذه الجلسة، وأيضا نشكر منتدى دبي لأفضل الممارسات اللي أتاح لنا الفرصة أن نجلس ونشارك بعض الأفكار ونشارككم أيضا بعض وجهات النظر بالنسبة للتميز بشكل عام والأداء الحكومي بشكل خاص. طبعا مثل ما ذكر الأخ للتو، معنا جمال زعل بن كريشان من مطار دبي، المهندس جمال بن كريشان، وأيضا الأستاذ عبد الله الشريف وهو وكيل نيابة أول، وأيضا النقيب خالد أحمد المدية من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، والمقدم الدكتور تميم الحاج من شرطة دبي وهو مدير إدارة البيئة والطاقة. طبعا بما انهم معظمهم فايزين في جائزة دبي للأداء الحكومي المتميز، فمن الضروري ايضا نناقش نقطة مهمة وهي التميز بحد ذاته. اكيد مفهوم التميز يختلف من شخص الى اخر، خصوصا وان الاشخاص كلهم الموجودين هنا من قطاعات ايضا مختلفة. فاحنا بنتكلم عن الاشياء المشتركة بالنسبة للتميز، ونبدا مع جمال من كريشان. طبعا هو فاز بفئة الموظف المتميز في جائزة دبي للأداء الحكومي. جمال، بالنسبة للتميز كمفهوم، عشان الموظف يكون متميز، شو هي الصفات انت تشوف لازم تكون متوفرة في هذا الشخص من وجهة نظرك انت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مشكور اخي ابراهيم. احنا يمكن مفهوم التميز يختلف من شخص لاخر، احنا يمكن ما نبدا نركز على هالامور الا لما ندخل في الجائزة. في البداية يعني إذا تتكلم عن التميز نفسه، أهم شيء أن الموظف نفسه يعرف شو مطلوب منه في عمله الحالي، يعني أنه ما يكون اللي يؤديه غريب عليه. لما تؤدي هذا الواجب أنت تفتح لك أبواب ثانية، ما في أشياء معينة أنك تفضلك عن شخص ثاني، مجرد أنك أنت تبحث إلى الأفضل
مش لنفسك بس إلى دائرتك إلى مؤسستك، طبعاً تنظر لكيف هذا ينعكس على جميع الموظفين حولك. طبعاً صراحة مشاركتنا في الجائزة إحنا كان الفخر أن نكون موجودين بين أشخاص مميزين، يعني أنا ما يمكن ما اختارونا إحنا أفضل عنهم كلهم، الحمد لله كلهم فيهم الخير والبركة، ولكن في النهاية يجب أن شخص واحد يفوز، ولكن لما تنظر لتجاربهم كلهم كل شخص شارك عنده مميزات جدا مفيدة للدائرة والمؤسسة اللي يعمل فيها. صحيح. عبد الله الشريف، صوت مسموع؟ مسموع. عبد الله الشريف، علشان الشخص يعني عشان الجائزة ما تكون هي الحافز الوحيد للشخص علشان يعطي كل جهده في الشغل، شو تشوف من المقترحات اللي لازم تكون موجودة؟ هل لازم يكون في جائزات تميز داخلي؟ شو المحفزات اللي لازم الإدارة نفسها تهيئها للموظف عشان يبدع في شغله؟ سؤال جميل. أنا من وجهة نظري جائزة التميز ليست هدف أو غاية، إنما هي نتيجة أو محصلة لعمل الموظف. أي موظف كان يخليها هاي النتيجة اللي أنا أكون متوقع أن أنا أحصل على جائزة التميز، مو بني أنا أحصل عليها وخلاص يعني تنتهي دوري. وأعتقد برنامج دبي لدار الحكومة المتميز أدخل هذه السنة برنامج سفراء التميز، بعد ما حصلنا على جائزة التميز أدخلونا برنامج سفراء التميز لمتابعة الموظفين، لأن خلاص أنت خدت التميز، هاي مسؤولية وعبء عليك أنك أنت تتابع هذا التميز وتنقل خبراتك لباقي الموظفين. فأغلب الدوائر الحكومية في حكومة دبي وبدولة الإمارات بشكل عام أدخلت برامج تميز داخلية لتحفيز الموظفين على ثقافة التميز بينهم، وإن شاء الله نستمر، نطمح طبعاً باستمرار هذا للأفضل والأحسن، وإحنا ما نبغي الموظف يوقف عند معايير معينة اللي أنا المعيار الأول الثاني الثالث أنا أدي بس هذا المعيار، نبغي أفكار جديدة اقتراحات جديدة والحياة مستمرة. النقيب خالد، المدير يلعب دور في تميز الموظف. نعم، دور كبير. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في البداية أعرف عن نفسي، النقيب خادم دية من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. بصراحة يشرفني اليوم أني أتكلم بعد مديري وبعد الكلمة والإلقاء الجميل اللي ألقاه صراحة عن التوطين وعن التميز. وطبعا الإدارة تعطي دافع كبير للموظف بتهيئ المكان له، بتشجيعه، برسم الخطط المستقبلية له، طبعا هاي كلها أشياء تشجع الموظف على التميز. كيف تميز دكتور تميم في ظل ظروف صعبة؟ يعني إذا كان مدير مش مهيئ لي والإدارة فيها يعني الكثير من العرقلات، يعني كيف ممكن أتميز فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أعرف على نفسي، المقدم الدكتور تميم الحاج، مدير إدارة البيئة وشؤون الطاقة في شرطة دبي. طبعا من مسمى وظيفتي مدير إدارة البيئة وشؤون الطاقة إدارة تخصصية غير مرتبطة بشكل مباشر بمهام شرطة دبي الرئيسية اللي هي الأمن، فهذا بحد ذاته كان من أهم الصعوبات اللي واجهتني، اللي كيف أتعدى مرحلة إقناع القيادة العليا بربط إدارة تخصصية تعنى بشؤون البيئة والطاقة في جهة أو مؤسسة حكومية عسكرية. فدخلت في مراحل من المنافسة والإقناع وإعداد دراسات وتجاوزنا عن طريق الإصرار. نعم. السؤال يمكن بعد جائزة الإدارة الحكومي اللي دائما يطرح على كل اللي يفوزون، وبس هالسؤال برجع لأخوي جمال، كيف فزتوا وشو سويتوا عشان تفوزون؟ يعني يمكن ما في طريقة معينة للفوز، ولكن الناس ممكن يحطون في بالهم أن هذا أكيد تبعوا طريقة معينة لإقناع لجنة التحكيم أن نحن نستاهل نفوز وفازوا. وأنا عارف أن أنت عندك وجهة نظر خاصة، كلهم عندهم وجهة نظر خاصة بالنسبة لهذا الموضوع، بس نشاركنا وجهة نظرك أخو جمال. والله أنا أشوف أول شيء احترافية المقيمين، يعني صراحة ما حد يقدر يقول أن الجماعة كان عندهم تفضيل لشخص أو آخر، يعني صراحة السنة لما جلسنا معاهم يعني كانت طريقتهم مختلفة. طبعا احنا لما تتقدم للجائزة كل شخص يتكلم كيف فاز في السنة اللي فاتت، يعني فكانت مسألة تقديم فايلات أو